على بعد بضعة أزقة من سوق دلالة في مدينة فاس العتيقة ولد وترعرع خليل المعروف. كان والداه يناديانه الخليل، واتبعهما في ذلك أطرابه وكل الذين يعرفونه، ولم يكن يدري سببا لذلك التعريف الذي كان يلحق باسمه الشخصي. تساءل ربما، ولكنه لم يسأل أحدا حتى لما اكتشف أن اسمه في نسخة عقد الإزدياد يكتب في صيغة نكرة ويغيب عنه التعريف. لم تكن تلك مشكلة في رأيه، المشكلة الحقيقية لديه السمنة البادية عليه. كان الأكثر بدانة في الزقاق الذي يسكنه، بل وحتى بين الأطفال ثم لاحقا الشباب من أبناء الدروب القريبة. لعله لم يحكي لأمه عن تلميحات بعض الكبار، علم لما كبر أنهم ربما كانوا يتحرشون به. لم يحكي لأمه، ولم يكن ليجرؤ على أن يحدث والده المعلم الغالي المتخصص في صناعة الفخار. لم ينتهي التحرش به، ولا توقفت المضايقات التي كان يتعرض لها بسبب جسمه المكتنز. معاناته تلك رافقته إلى الكتاب، حيث أمضى بضع سنين يطلب حفظ القرآن الكريم، ثم في المدرسة الابتدائية. في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي توقفت مسيرته مع التحصيل، ولقد أضاع الكثير مما تعلمه في تلك السنوات التي أمضاها يتوارى عن الأنظار ويلزم البيت. حاول المعلم الغالي أن يجعل ولده يقبل على حرفة صناعة الفخار، ولكنه أيقن أن الفتى راغب عن ذلك. وهو في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، ظنت أمه الياقوت أن عليه أن ينحل ويتخلص من كيلوغراماته الزائدة، ففرضت عليه حمية لا تنقصها القساوة، وكان هو يعتبرها تجويعا. مما كان يحز في نفس خليل المعروف أنه لا يستطيع أن يلبس كأقرانه، بل إن الجلاليب والعباءات التي يرتديها يتعين أن يخيطها، إذ لم يكن في الألبسة الجاهزة ما يناسب مقاساته. يذكر لما نبتت في ذقنه شعيرات أولى أنه صار رجلا، وأن لا أحد يستطيع بعد ذلك أن يحاول مجرد محاولة التحرش به أو السخرية منه. كان يمضي أغلب أوقاته في البيت، وقد ظهر لديه ميل إلى الطبخ، وصارت الياقوت أمه تعهد إليه بإعداد بعض الوجبات التي كان قد برع فيها، بل إنها حين كانت تصعد إلى سطح الدار لتنشر الغسيل كثيرا ما سمعت وهي تتحدث عن مهارات الخليل المطبخية. قالت لها إحداهن ذات مرة بسخرية لا تخفى: وها نحن فهمنا سر السمنة البادية عليها. ثم ضحكت، ولكن الياقوت لم تسايرها، سكتت، أعرضت عنها، ومنذ إذ لم تعد تكلمها. فكر المعلم الغالي في فتح مطعم شعبي لولده في دكان يملكه في باب الفتوح، ولكنه ما لبث أن تراجع، إذ لم يبدي الشاب حماسا للفكرة. لم يكن خليل يخفي استياءه من تهكم الناس في الشارع ولو بنظراتهم، بل إنه لم يكن يطيق حتى تلك النظرات التي تعبر عن شفقة. كان في من يكرههم إسكافي اسمه حمان، يشغل دكانا بحجم نافذة في منزل في الزقاق المفضي إلى سوق دلالة. الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا وخالط لحيته بياض بين لم يكن متزوجا، وكان يتخذ من دكانه الصغير ذاك سكنا. لم يصدع خليل يوما بسبب كرهه له، ولكن كثيرين من سكان الزقاق كانوا يلاحظون تلك الحركات التي كان يقوم بها الإسكافي كلما مر به خليل. كانت حركاته حمالة تأويلات ورسائل، ومع أن خليل كان يسرع الخطوة حتى يتوارى في المنعطف المفضي إلى سوق دلالة، فإن الإسكافي كثيرا ما شوهد وهو يمد عنقه من فتحة دكانه يتتبعه بنظراته، وحين يختفي يرجع إلى مقعده ويتناول كأس شاي لا يخلو من بقية يرشف منه، ثم يعود إلى الأحذية البالية المتكومة أمامه. مع مرور الوقت صار أكره ما يكرهه خليل أن يمر بدكان الإسكافي. في العام 90-900 في ربيع ذلك العام اختفى خليل من المشهد، وتفطن الناس بعد أيام إلى اختفائه ذاك. وسألت نسوة أمه فلم ترد عليهن بما يشفي غليل فضولهن، إذ صارت منذ عدة أعوام تتطير بهن.
لن يعلم أحد سواها أن ولدها الوحيد الخليل إنما فاجأها في تلك الليلة من مطلع أبريل عندما جاء إلى غرفتها مودعا. قال لها إنه سيرحل إلى الرباط ليبحث عن عمل ثم عن طبيب يساعده في التخلص من وزنه الزائد. لم يترك لها سبيلا إلى إقناعه بالتراجع عما قرره. حقيبته جاهزة، جاءت من دولاب ملابسها بوشاح مزركش وفتحته. كانت بين ثناياه رزمة من أوراق نقدية من فئة 100 درهم. تناولت نصف الرزمة وناولتها إياه، لم يعدها، ولكنه أقبل على جبين أمه ووضع عليه قبلة. كل هذا ذكر الآن. لم يعد خليل إلى فاس منذ أن غادرها. هاتف أمه بضع مرات في ديور الجامع بالرباط، حيث استقر في غرفة استأجرها من حارس عمارة. سرعان ما صار منظره مألوفا، شكله ومشيته يوحيان بأنه رجل مسالم، وقد تمكن من أن يجد له عملا في مطعم من المطاعم الشعبية في السويقة حيث اتخذ طباخا. وسرعان ما ذاعت شهرته وصارت له علاقات مع العديد من الزبناء. ارتاح من تهكم أبناء الدرب ومن تحرش الإسكاف حمان، ولما صار له دخل يكفيه اكترى سكنا في المدينة القديمة وبدأ يتبع حمية وصفها له طبيب متخصص. لم تكن تجويعا كذلك الذي حاولت أن تفرضه عليه أمه قبل سنوات بعيدة. في عام واحد تخلص خليل من نصف وزنه، تبدل شكله، يبدو الآن أكثر شبابا. كانت قد مرت 13 سنة على رحيله عن فاس، وقد رأى أنه آن الأوان لكي يعود ويحدث المفاجأة التي لم يكن أن يتوقعها والداه ولا الذين كانوا يسخرون من بدانته. في 4 أكتوبر من العام 2003 ركب خليل القطار إلى فاس. وصل مساء، مضى إلى منزل عائلته، مر بجوار دكان الإسكافي الذي كان مغلقا. صادف في الطريق وجوها لم تنتبه إليها، فأيقن أن الحمية التي التزمها أتت أكلها. طرق باب المنزل دون أن تسأل من يكن الطارق. فتحت أمه الباب، كادت تسأله من أنت، ولكنه لم يقاوم شوقه إلى حضنها فعانقها. صدته بلطف ونظرت إلى وجهه وكأنها لا تصدق أن يكون الخليل قد عاد بعد كل تلك السنوات. في قلبها عتاب تريد أن تقوله له، ولكنها أخرته إلى وقت لاحق. لم يكن والده في البيت. سأل أمه فقالت له إنه ذهب للصلاة في المسجد ولن يتأخر في العودة. كانت الياقوت بين لحظة وأخرى تطلب منه أن يقف أمامها، لا تصدق أنه استطاع أن يتخلص من سمنته تلك. قالت له إنها ستخطب له أجمل فتاة. ابتسم وظهرت على وجنتيه حمرة خجل. لما عاد والده من المسجد حيث صلى المغرب نهض للسلام عليه، ولكنه باشره بسؤال عن سبب هذه الغيبة الطويلة وعن الذي جعله لا يجري اتصالا. كان عتابه مباشرا، أسارير وجهه مشدودة. يدرك الخليل أن والده محق في كل ما يقوله. في تلك اللحظات التي طالما خشيها أدرك أن الوقت مضى سريعا. صباح اليوم التالي قبيل 8 صباحا سمع طرق قوي بالباب. نهض المعلم الغالي. من؟ سأل وهو يتقدم نحو الباب. افتح الشرطة. ارتسمت على وجهه علامات اندهاش، لم يرد ومضى إلى المزلاج وفتح الباب. ظهر رجلان بلباس مدني، أحدهما كان لباسه يضفي عليه مسحة رياضية. هل خليل معروف موجود؟ نعم سيدي، أظنه لا زال نائما. ثم ظهر خليل خلف والده. أنا خليل، من أنتم؟ نحن من الشرطة ومطلوب منك أن ترافقنا. هل لي أن أعلم لماذا؟ اكتفى الشرطي الذي حدثه بالقول إنه سيعرف كل شيء عندما يصل إلى الكوميسارية. سأرتدي ملابسي وأرافقكم سيدي. نظر إليه الشرطي بما فهم منه أنه موافق. حين كان يغادر رفقة الرجلين سمع والده المعلم الغالي يقول له سألحق بك. في الكوميسارية علم أن الإسكافي حمان مات مقتولا قبل 13 عاما
وأنه من المبحوث عنهم للاشتباه في تورطه في مقتله. علم أن الإسكافي الذي كان يكرهه كما لم يكره أحدا سواه اكتشف ميتا في دكانه بضعة أيام بعد أن رحل هو عن فاس. ولما رد بأن لا علم له بمقتل الرجل وأنه لم يدخل دكانه في أي مرة، تلا عليه الشرطي من ورقة قال له إنها وجدت في دكان الإسكافي، ما يثبت أن الرجل كان يدون اسم خليل يضيف إليه عبارات غير لائقة في كل مرة يمر أمامه، وأن المرة الأخيرة التي دون فيها اسمه تعود إلى مساء 9 أبريل من العام 93-900 وألف. كانت المرة الوحيدة التي أضاف إلى ما دونه عبارة يقتلني. عجب الخليل لما سمعه، وأفضى إلى الضابط الذي تولى الاستماع إليه بأن الإسكافي ظل يتحرش به سنوات طويلة، وكان من الأسباب التي دفعته إلى الرحيل عن فاس والبقاء في الرباط 13 عاما. نفى خليل كل صلة له بمقتل حمان الذي قضى بطعنة أداة حادة. بعد 13 عاما على اكتشاف جثة الإسكافي لم تكن التحريات قد أفضت إلى القاتل. شهادة وحيدة كانت تقول إن شخصا غريبا عن الدرب شهد ذاك المساء وهو يقف في باب دكان الإسكافي. الشهود الذين استمع إليهم أكدوا أن حمان أغلق دكانه باكرا ذلك المساء. بعد عدة أيام ذاعت من الدكان رائحة جثة تتحلل. أخلي سبيل خليل بعد الاستماع إليه، وبعد أن لم يتوفر ما يثبت تورطه في قتل الإسكافي.